لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان من هو في جلاله عظيم، سبحان من هو على عباده رحيم، سبحان من هو بكل شيء عليم، سبحان من هو بمن عصاه حليم، سبحان من هو بمن عصاه حليم. يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث الملهوفين، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تخالطه اللغات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا من أعطى من سأله، يا من أجاب من دعاه، يا من أجاب من دعاه، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما أهمنا، اكفنا ما أهمنا، اكفنا ما أهمنا، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان. اللهم آتنا إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع،
اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، واغفر حجتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم، تب على التائبين، تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واغفر ذنوب المذنبين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا، ربنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا، أنت الغفور وأنت الرحيم، أنت الغفور وأنت الرحيم. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم حقق آمالهن، اللهم أسعدهن في الدنيا والآخرة، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف يا رب العالمين. اجعلنا وإياهم في أمنك وأمانك وعافيتك وإحسانك وحرزك يا رحمن يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم، تقبل صيامنا وقيامنا وكل عمل صالح يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الليلة الشريفة نصرا وعزا للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على حدودنا وثغورنا، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واحقن دماءهم وداو مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وضعفاء فقوهم. اللهم امددهم بجهد من جهدك، اللهم عليك بعدوك وعدوهم،
اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، يا من تنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الدعاء ومنك الإجابة، ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية. رب الناس أذهب البأس عنهم أذهب البأس عنهم أذهب البأس عنهم، واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي أنت الشافي وأنت المعافي وأنت المداوي. ربنا خفف ما أصابهم ربنا خفف ما أصابهم ومن عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ومن له حق علينا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أنزل على قبورهم الفسحة والسرور، يمن كتابهم، يسر حسابهم، ثقل موازينهم ثقل موازينهم ثقل موازينهم، اجعلهم في أمنك وأمانك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت يا رب العالمين. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإنعاما، أنعم علينا بنعمك أنعم علينا برحماتك
أنعم علينا برحماتك إلهنا إلهنا، إن أسقطتنا الخطايا من مكارم لطفك فقد آنسنا اليقين إلى مكارم عطفك وعفوك. إلهنا إن أمنتنا الغفلة من الاستعداد للقائك فقد نبهتنا المعرفة لمكارم آلائك. أنت الكريم وأنت الرحيم، أنت الكريم وأنت الرحيم، نسألك العتق من النار، نسألك العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ووالدينا والمسلمين جميعا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.